طالع عندكم محاضرة تشوفونها واضحة؟ ايه السالفة؟ واضح السالفة، نعم. واضح. يلا هسه احنا بلشنا جاي نسجل محاضرة، وان شاء الله راح نبلش بالمحاضرة، راح اشرح لكم اياها. وبدينا نسجل حتى الطالب اللي ما حاضر راح يستفاد معناته. يلا راح اشرح لكم على موضوع الكونسلتيشن. شباب، مثل ما شرحنا لكم بالمحاضرات السابقة على موضوع الكونسلتيشن، قلنا موضوع الكونسلتيشن بالتربه هو اهم موضوع، اهم موضوع عندنا بالتربه هو موضوع الكونسلتيشن. ليش؟ لان المهندس المدني او حتى الانشائي من يريد يصمم منشاه، سواء كان جسر، سواء كان بنايه، سواء كان طريق الى اخره، سد، سده ترابيه، دائما يعني هو طبعا يحسب حديد تسليح للجسور والاعمده وللاسس وغيرها كل الامور، ويشيك كل الشغلات. لكن تبقى اخر تشيك عنده اللي هو اهم شيء واخطر شيء، اللي هو موضوع شنو؟ موضوع الكونسلتيشن او السيتلمنت. ليش؟ لان يعني احتمال انه المنشئ يعني ينجح كل المتطلبات السابقه اللي هي شنو؟ التصميم الانشائي وغيرها، لكن يفشل وين؟ موضوع السيتلمنت. هو احتمال كبير انه شنو؟ يفشل بموضوع السيتلمنت. ليش؟ لانه حتى لو كان المنشئ، حتى انا بالنسبه لي كمهندس يعني مو صعب علي انه اسوي مقاطع مال اعمده مال جسور الى اخره، حديد تسليح، كلها هاي سهله عندي، ما عندي مشكله. لكن شلون اصمم منشا بحيث انه ما يصير به هبوط والهبوط يتجاوز، فهي هاي طبعا مشكله كبيره ولازم اشيكها. وبالتالي فانه لازم احنا ندرسها دراسه معمقه ونفتهمها، وحتى شنو ما نوقع بالخطر، ما يصير عندنا الفشل. احنا بحسب خبرتنا وعملنا دائما نطلع مثلا هسه خبرات مع الجهات القانونيه والحكوميه، نطلع مثلا اكو مشاكل هندسيه توصل للمحاكم باعتبارنا خبراء قضائيين، نشوف المشاكل اللي يصير بالابنيه بالجسور بالهاي شنو سببها، هو عدم الاعتناء بالاسس، وبالتالي فانه راح يصير مشكله الهبوط، وبالتالي راح يصير عندنا من يصير هبوط راح يصير عندنا كراكات بالمبنى، وهي هاي مشكلة كبيرة. السبب شنو؟ انه الناس من تبني او مثلا اي واحد مقاول او جهة حكومية او خاصة او قطاع خاص وغيرها، من يبني ما يهتم بالموضوع الاسس، يعني ما يعطيها اهتمام، يهتم بالامور الاخرى اللي هي الانهاءات وغيرها، وبالتالي فانه اي خلل بالاسس راح يصير عندنا يسبب لنا كارثة، وهاي طبعا الكارثة ما تنحل بعدين. يعني مثلا لو عندي خلل صار عندي مثلا السوبر ستراكشر احنا نسميه اللي هو الجزء مال المنشأ اللي فوق الاساس، فاقدر اصلحه ما عندي مشكله، بينما جزء الاساس هو بعد فشي صار واندفن تحت التربه ما ممكن ان يصلح، حتى ان يصلح يحتاج تقنيات جدا معقده وصعوبه. القصد احنا هسه دخلنا موضوع الكونسلتيشن واخذنا نوعيه السطلمنت، وقلنا عندنا ثلاث انواع من السطلمنت. اكو عندنا الاميديت سطلمنت، عندنا الكونسلتيشن سيتلمنت، واليوم راح ناخذ موضوع جديد من السيتلمنت اللي هو سكندري سيتلمنت او سكندري كونسلتيشن. شنو الايميديت سيتلمنت؟ الايميديت سيتلمنت هو السيتلمنت اللي يحدث في بدايه تسليط الاحمال للمنشأ او البنايه الى اخره على التربه، وطبعا هذا ما يطول دقائق، زين، اذا كلش يطول ساعه او ساعتين، فيصير هبوط لحظي اللي هو فترة تسليط الأحمال عليه التربة، وهذا طبعا ما يعتبر خطر. السطلمنت الثاني طبعا والميديا شيء مثلي مثل مجرد أنه عادة ترتيب التربة أو حبيبات التربة لوضعها، وبالتالي فأنه راح شنو، بس مجرد أنه تنطرد بعض الفراغات الهوائية، بعض الفراغات الهوائية اللي موجودة وين؟ بالتربة، يعني لحظيا. أما النوع الثاني اللي هو الأخطر اللي هو كونسلتيشن، اللي هو موضوع دراستنا اللي هو الكونسلتيشن، هذا الكونسلتيشن يعتبر اخطر شيء. ليش؟ لان هذا موضوع الكونسلتيشن يستمر يعني اثناء بناء المنشئ وبعد استغلال المنشئ وبعدها ايضا لفتره طويله تستمر حتى عده سنوات. يعني شنو، انا مثلا اكمل البناء مالتي يجوز بشهرين بثلاثه باربعه بست شهور او حتى لو سنه، الهبوط هذا مال الكونسلتيشن يستمر حتى يعني سنتين او ثلاثه. ليش؟ لان شيء مثل لي عمليه خروج
قطرات الماء من فراغات التربة، وعملية خروج قطرات الماء طبعا تستغرق وقت طويل، وخصوصا إذا كانت التربة شنو نوعيتها، إذا كانت نوعيتها تربة طينية. ليش؟ لأن التربة الطينية المسامات مالتها تكون جدا قليلة، وبالتالي فإنه عملية الحصول على سيبج اللي درسناه سابقا وامتحنت وياه، عملية حصول السيبج تكون عندي عملية بطيئة وتحتاج إلى وقت طويل. النتيجة فإن عملية كونسنتريشن تحتاج وقت طويل، وبالتالي فإن بعد استغلال المنشأ وتسليط الأحمال أتفاجأ بعد سنة سنتين راح يصير عنده هبوط على ما كنت متوقعه، لأنه شنو خرجت قطرات الماء منين؟ من فراغات التربة. أخذنا شباب قلنا الإيميديت، وأخذنا الكونسلتيشن سيتلمنت اللي هو قلنا معادلة السب سي يساوي سي سب سي في اتش نوت على واحد زائد اي نوت في لوكس سيجما نوت زائد دلتا سيجما على سيجما نوت اللي هو كونسلتيشن سيتلمنت. وافتهمنا اكو عندنا نوعين من السي سب سي، اكو عندنا سي سب سي واكو عندنا سي سب ار. ودرسنا على شغله اللي يسمونها الاوفر كونسلتيتد ريشيو، اللي هو شنو؟ اللي هو الاجهاد المسبق. ومثلنا لكم اياها، قلنا لكم احتمال انه اني اجي لموقع وانشئ بنايه فوقه واخذ تحريات تربه، اقول القي شغله يسمونها سيجما ار تحريات تربه. شنو هاي سيجما ار او سي سب ار؟ انه باعتبار هاي التربه معرضه الى اجهادات سابقه. يعني شلون؟ انه هاي التربه مثلا كان عليها جسر منشئ مثلا او بنايه، يعني قبل مثلا عشرات السنين، قبل الاف السنين الى اخره، وهاي بعدين ازيلت لظرف معين او لا، وبالتالي فانه التربه منضمه مسبقا. ايش يسمونه هذا؟ يسمونه اوفر كونسوليديتد ريشيو. طبعا هذا يفيدني صراحه. ليش؟ لان التربه صاير بها انضمام مسبق، يعني التربه قويه، فهاي لازم احسبها بالحسبان، وبالتالي فانه راح يصير عنده انضمام اخر جديد نتيجه تسليط البنايه الجديده. زين، فالبنايه الجديده راح شو تسوي؟ تسوي احمال جديده وهبوط جديد، لكن شنو قيمته؟ يعني مو ذيش القيمه الكبيره. ليش؟ لان هو اكو عندي انضمام مسبق. هسه هاي راح ناخذها ان شاء الله. اليوم موضوعنا اللي هو شنو؟ تيبيكال فاليوز اوف كوفيشن اوف كونسلتيشن، واللي هو السي في، واللي اخذناه بالمحاضره السابقه وقلنا المدى مالته السي في يتراوح ما بين 5 في 10 ناقص 4 شنو وحداته؟ مليمتر مربع على سكند. شباب اللي عنده سؤال اثناء المحاضره عادي خليه يفتح المايك ويسال، ما عندنا مشكله. فاذا هذا الرينج مالتنا اللي هو السي في اللي اخذناه، وهذه مثلا هذا الرسم اللي تلاحظونه هو العلاقه ما بين الكوفيشنت اوف كونسلتيشن بالمليمتر مربع على السكند والافكتيف ستريس. نروح نشوف الرينج مالته، يعتمد عليه من يعتمد على قيمه الاجهاد المسلط حسب هذا الشكل. زين، هسه نجي نكمل نوصل الى موضوع اليوم اللي هو موضوعنا اللي هو السكندري كونسلتيشن. السكندري كونسلتيشن مثل ما قلنا لكم اكو ثلاث انواع من السيتلمنت: الايميديت سيتلمنت اللي هو اللحظي، والكونسلتيشن سيتلمنت اللي يستمر يعني اثناء انشاء المنشأ وبعد اكمال المنشأ ويستمر لسنه او سنتين او اكثر. هذا نحدده بمعادله التايم فاكتور اللي اخذناها سابقا. واخر شيء ورا ما يخلص السكندري الكونسلتيشن سيتلمنت راح يبدي عندنا سيتلمنت جديد ما متوقع، اللي هو خلينا نسميه السيتلمنت المستقبلي او الكونسلتيشن اللي يحدث بالمستقبل، اللي هو السكندري كونسلتيشن. فانا يقول لك وين هيدروستاتيك اكسس بريشر از فولي ديسبيتد، يعني يقول لك عندما يكون الضغط الهيدروستاتيك اللي هو شنو؟ ضغط الماء فولي ديسبيتد يعني يشتت بشكل كامل. نو مور كونسلتيشن شود بي اكسبكتد. بهاي الحاله انت بعد ما تتوقع انه راح يصير عندك شني كونسلتيشن. However in practice زين the degrees in void continues، يعني انه بهاي الحاله من يكمل تشتيت الضغط الهيدروستاتيكي او خروج قطرات الماء اللي احنا نتوقع انه خارج، وبالحقيقه عمليه خروج الماء من حويبات التربه ما يصير 100%، بس احنا درسناه بالمحاضره السابقه شو توقعنا؟ انه يصل ل 90%. وافترضنا التايم فاكتور قلنا شو يساوي لنا 0.848 اللي اخذناه سابقا. زين، فيقول له بعد هاي المرحله نتوقع انه عمليا انه راح يصير عندنا بعد يصير عندنا انخفاض او انه الفويد ريشيو النقصان مالته راح يقل،
لكن شنو يكون very slowly يعني جدا بطيء و for a long time after this stage. شو يسمونه هذا؟ يسمونه primary consolidation اللي هو الهبوط الأولي. هذا شنو الهبوط الأولي اللي وضحنا لكم إياه، اللي قلنا شنو اللي هو كنا ما نقول consolidation settlements. The effect of phenomenon of continued consolidation، يعني هذا continued consolidation اللي صار عندي after complete of dissipation، يعني من يكتمل التشتيت ضغط ماء التربة اللي هو البور ووتر بريشر. شوف اكو عندنا عدة تسميات لضغط ماء التربة، مرة يسمونه الهيدروستاتيك بريشر، مرة يسمونه شنو هنا هسه التسمية الثانية يسمونه البور ووتر بريشر. هاي كلها توحي لمن؟ لضغط ماء التربة. هسه دائما احنا من نشتغل عندنا برامج هندسية تحلل التربة مثل برنامج البلاكسيز ان شاء الله تاخذونه بالدراسات العليا، هذا شنو تلاحظون النتائج اللي يطلعها، يطلع لك ساعه يطلع لك بور بريشر، ساعه هيدروستاتيك بريشر الى اخره. كلها علم توحي الى ضغط الماء اللي موجود وين؟ في فراغات التربه. فاذا راح يبدي عندي كونسوليديشن جديد ورا ما يكمل تشتيت ماء فراغات التربه. شو يسمونه هذا؟ يسمونه السكندري كونسوليديشن. زين هسه واحد يقول شلون اقدر احسب هذا السكندري كونسوليديشن او السكندري كومبريشن؟ هنا نشوف هذا الشكل اللي امامكم يربط العلاقه ما بين شنو؟ ما بين الفويد ريشيو والتايم. العلاقه ما بين الفويد ريشيو والتايم، نلاحظ احنا بالبدايه هنا عند زمن صفر هاي انه قيمه الفويد ريشيو جدا عاليه. ليش؟ لانه فراغات التربه عاليه والماء مال فراغات التربه موجود ما متشتت. لكن بمرور الزمن راح شو يصير عندي بالفويد ريشو؟ راح يصير عندي نقصان. هذا شو يسمونه بالبدايه اللي احنا قلنا اول شيء هذا الانيشال اللي عبرنا عنه الانيشال سيتلمنت، بعدين الكونسوليديشن سيتلمنت اللي هو هذا البرايمري اللي عبرنا عنه هنا بالمحاضره هاي. زين اللي هو اخر شيء وصل الى تقريبا هاي النقطه اللي هي كانما هاي النقطه اللي هي نهايه اللي هو نقطة الديسبيشن مال من مال البور بريشر، اللي هي نفترض بها انه اخر شيء يعني خلص عندنا الكونسنتريشن. بس احنا ايش نعتبرها؟ ما نعتبرها 100%، دائما نعتبرها ايش كثر؟ 90%. زين هل انه بعدها راح يصير عندنا كونسنتريشن بمرور الزمن او خلينا نقول بالمستقبل؟ طبعا اكو مرات مصطلحات تواجهونها بعض المصادر شو يعبرون عن السكندري settlement. شو يسمونه؟ يسمونه البرودكشن. البرودكشن يعني شنو معناها؟ معناها التنبؤ او التخمين، انه شنو اتنبأ بالهبوط. هسه اكو عندنا دائما هسه الدراسات الحديثه اللي ياخذونها بالماستر والدكتوره ما يتخوف من السيتلمنت اللي يحدث بالبدايه، لان هذا محسوب، عندنا معادلات محسوبه. يتخوف وين؟ يتخوف من السيتلمنت اللي يصير وين؟ بالمستقبل. ليش؟ على سبيل المثال هسه مثلا لو عندي انشئ اساس مال جسر، هذا الجسر يمشي عليه ما يسمى الهاي سبيد ريلوي. الهاي سبيد ريلوي اللي هو شنو معناها؟ معناها القطارات العاليه السرعه اللي هسه العالم جاي يتوجه نحو انشائها. يعني هسه الدول المتقدمه قامت شو تسوي؟ ما تستخدم هاي قطاراتنا العاديه اللي سرعتها 70 او 80 او حتى لو تصل الى 100 كيلومتر بالساعه، لا قاموا يستخدمون قطارات عالية السرعة. ليش؟ لأنه يعتبر القطارات هي أفضل طريقة للمواصلات بالعالم، باعتبار أنه طريقة أمينة وسهلة ورخيصة. زين وتربط ما بين المدن وتحل مشكلة الازدحامات. وبالتالي فإنه هذا القطار اللي سرعته 500 كيلومتر بالساعة راح يسبب لي شنو؟ دايناميك لود، يسبب لي أحمال ديناميكية هاي وين تنتقل على الأساس. فبحيث أنا من أسلط الأحمال اللي بالبداية اللي هي أحمال المنشأ واللايف لود مال المنشأ، راح يتحقق عندي شنو؟ هذا البرايمري، راح يصير عندي شنو؟ هذا البرايمري سيتلمنت. مرور الزمن من يجينا هذا القطار اللي هو يسبب لي دايناميك لود، راح شو يسبب لي؟ راح يسبب لي هبوط آخر. ليش؟ نتيجة اللي ارتجاج التربة، نتيجة الحمل اللي هو نعبر عنه أشبه بالسيزميك لود
يعني شلون حمل الزلازل هذا يعتبر دايناميك لود، ينتقل وين؟ ينتقل داخل حبيبات التربوية يسبب ارتجاج لها وعاد الترتيب مرة ثانية، بحيث انه شنو يسبب غلق يعني 100% لها، فهذا يسمونه السكندري. هسه العلماء بالفترة الحالية اهتموا بهذا الموضوع، يعني هسه بالسنوات الأخيرة عافوا موضوع الانيشال ساتلمنت والبرايمري ساتلمنت واللي هو الكونسلتيشن ساتلمنت، قاموا يشتغلون على موضوع السكندري ساتلمنت اللي شو يسمونه؟ اللي يسمونه اكسسيف ساتلمنت. هسه اذا تقرون مصادر حديثه تلاحظون العلماء هسه بداوا ينشروا البحوث الجديده بال 2020 و2021، وابتداوا تقريبا من انا اتذكرها يعني من 2013 و14 لحد الوقت الحالي قاموا يهتمون بموضوع شنو؟ موضوع الاكسسيف ساتلمنت. الاكسسيف ساتلمنت اللي هو شنو؟ اللي هو ساتلمنت اللي يحدث وين بالمستقبل. هذا يعتبر خطر، ليش؟ لان احتمال نتيجه احمال اضافيه، دايناميك لود مؤثر مستمر. شنو معنى الاكسسيف ساتلمنت؟ الاكسسيف اللي هو شنو؟ المتعاقب او المتزايد. يعني شنو؟ انا يوميا عد القطار يمشي على هاي السكه الحديديه، فيوميا يسبب الارتجاجات يوميا، فهاي الارتجاجات اليوميه هاي تاثر وين؟ على المنشات، وبالتالي تاثر على التربه اللي تسندها. مفهوم لحد هنا يا شباب؟ واضح استاذ، واضح. نعم دكتور. نعم. هسه شنو نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع السكندري ستلمنت. لو نلاحظ ان هذا المنحني اللي هو يربط الحاله الاولى اللي هو البرايمري والحاله الثانيه اللي هو شنو السكندري، شو يسوون من هذا الجزء اللي هو هذا الجزء المستقيم اللي بالبدايه بالبرايمري هذا، شو يسوون؟ يرسمون مماس. هذا المماس يستمر وين؟ لهنا. وبهذا المنحنى الاخير هم بالجزء المستقيم مالته هم يرسمون مماس، فهذان المماسين وين راح يتقاطعون؟ بنقطه اللي هاي، هاي النقطه. فهاي النقطه شو يسوون؟ راح يوصلون يخلونها شنو؟ يمدونها الى الواي اكسس اللي هنا، فراح تطلع لنا قيمه للاي. زين، فهنا شو يقول لك؟ يقول لك من احسب قيمه الاي هاي، هاي ايش تعتبر؟ هاي تعتبر الاي اللي هي الاي النهائية، كأنما الاي النهائية اللي على ظهرها نحسب شنو؟ احسب ما يسمى شنو هو؟ هاي شو يسمونها؟ هاي يسمونها الاي فاينل. فهنا شارح لك اياها، يقول لك a straight line followed by a second straight line with a flatter slope, the void ratio e final هاي the end of primary consolidation can be found from intersection of back word extension of the secondary line with the tangents drawn to the curve اللي هاي شرحنا لكم اياها قبل شوية. بيطلع لنا شنو الاي فاينل، وانا عندي اي بالبداية، فالاي فاينل اللي جاية من هذا كأنما سميناه secondary consolidation ناقصا الاي اللي بالبداية، شو يطلع لي؟ يطلع لي قيمة الدلتا اي. الدلتا اي شو يساوي؟ ماينس الفا في لوج تي اوفر تي 1. احنا طبعا ما نعبر عنها هيك حتى تفهمونها عدل، احنا نحسب شنو؟ الالفا. الالفا هو يعتبر شنو؟ يعتبر اللي هو الميل، الميل مال هذا الخط المستقيم اللي هسه انا جاي اشتغل عليه. كانما شنو عندي؟ هذا الجزء، هذا الجزء اللي موجود عندي هذا بي ميل. فايش بي هذا؟ بي دلتا اي المقابل مالته، الميل او الظل مال الزاويه مو يساوي للمقابل على المجاور. فالمقابل هو شو بنساوي لنا؟ الدلتا اي على المجاور اللي هو شنو؟ دلتا لوج تايم. هنا دلتا لوج تايم ليش؟ لان باعتبار عندي الاكس اكسس هو شو يمثل؟ يمثل اللوج مال من مال التايم، والواي اكسس هو يمثل لي قيمه البويد ريشو. فاذا المقابل اللي هو الدلتا اي على المجاور اللي هو دلتا لوج تايم، فيطلع لي شنو؟ الظل، كانما ظل الزاويه اللي هذا مال هذا الميل مال هذا الخط، واللي سميناه الفا. زين، هذا الالفا، هذا الالفا اللي هو شو يمثل لي؟ يمثل لي قيمه اللي هو سكندري كومبريشن، سكندري كومبريشن فاكتور، كانما المعامل مال من؟ مال السكندري كومبريشن. زين، اذا الدلتا يساوي ماينس الفا في لوج 10 تي 2 اوفر تي 1
زين اكو عندنا شغله اللي هو الابسلون اللي هو الانفعال، انتم ماخذين انفعال مقاومه المواد اللي يخطوها بالمرحله الثانيه، شو يساوينا؟ يساوينا دلتا اتش اوفر اتش او دلتا ال على ال اذا تتذكرونها. هنا الانفعال هو نفسه هنا نعبر عنه بالدلتا اي اللي هو شنو مقدار التغير بالفويد ريشو، نقدر نعبر عن الدلتا اي بمن بالابسلون، وبالتالي يساوينا دلتا اتش على اتش. هنا الالفا راح نسميها تسميه جديده اللي هو سي الفا، سي الفا اللي هو يقول لك سي الفا may be taken to the slope of the straight line representing the secondary compression. اذا هو هذا اللي يمثل لي شنو؟ يمثل لي secondary compression. وهاي الحاله راح اطلع قيمه المعامل. هذا وين يفيدني؟ اني تذكرون اخذت بالconsolidation settlement شغله شو يسمونها؟ يسمونها سي سب سي. وكو شغله شو يسمونها؟ يسمونها سي سب ار. شنو السي سب سي؟ اللي شو سميناها؟ سميناها كومبريشن اندكس. كومبريشن اندكس مؤشر الكومبريشن. والسي سب ار قلنا لكم هذا اذا كان عند التربه اوفر كونسلديتد، يعني شنو؟ بها شهادات مسبقه صارت وين؟ بالماضي. فاذا ما استخدم السي سب سي، استخدم شنو؟ استخدم السي سب ار. وشرحنا لكم قلنا لكم معادله السيتلمنت، معادله السيتلمنت راح يصير بها شقين، راح يصير بها شقين. خاف واحد ناسيها راح اوضحها لكم هنا. اكو عندنا هسه امثله ان شاء الله راح ناخذها نحل بيها. هاي معادله السطلمنت، هاي ايش بيها؟ بيها شقين، بيها سي صب سي وبيها شنو؟ بيها سي صب ار. يعني شنو معناها؟ كم عندي اندكس للكومبريشن؟ عندي السي صب سي اللي هو الكومبريشن اندكس اللي هو شنو؟ مال انضمام التربه العادي. وعندي السي سب ار اللي هو شنو؟ اللي هو خلينا نقول الريباوند اندكس، الريباوند كومبريشن اندكس اللي هو ناتج منين؟ ناتج من اجهادات التربه بالزمن الماضي، خلينا نعبر عنها بهاي الصيغه. فانا احسب الاجهادات او الهبوط اللي ناتج من هذا زائد الهبوط اللي ناتج منين؟ من السي سب سي. اذا هسه كم سي عندي؟ عندي سي سب سي وعندي سي سب ار. هسه اوجدنا سي جديده، سي جديده بموضوعنا اليوم اللي سميناها هسه شباب، سميناها سي الفا حتى شنو ما تخبط عليكم. فاحتمال مثلا هسه بالمسائل راح يشوف عندك كم سي؟ سي سب سي وسي سب ار وسي الفا. هذني كلهن شنو؟ مؤشر المن للانضمام، اندكس، كلهن يسمونهن اندكس. انا قلت لكم انتبهوا للمصطلحات. اكو عندي كوفيشنت اوف فوليوم كومبريسبيلتي، زين، واكو عندي الموديلاس كومبريشن، وعندي الكومبريشن اندكس، وعندي الريباوند اندكس، وهسه عندي السي الفا اللي هو شنو؟ اللي هو سكندري كومبريشن اندكس. هذني كلهن احتمال تجيك مثلا بالمسائل، فلا تخبط عليك. فلازم كلها شنو؟ لازم تفتهمها، ولازم كل وحده تعرف شنو الرمز الخاص بها، زين، لان هي كلها متشابهه. فاذا السي صب الفا هو شو يساوي لي؟ يساوي لي هو الميل، الميل مال من؟ مال الزاويه، الميل الزاويه اللي هو شنو؟ مال هذا المنحني اللي وضحنا لكم اياه بدايه المحاضره، واللي يساوي للمقابل على المجاور. المقابل اللي هو شو يساوي لي؟ المقابل اللي هو الواي اكسس اللي هو الدلتا اي، على المجاور اللي هو هذا التايم، لوج التايم اللي هو دلتا لوج تي، زين، اللي هو هذا السي صب الفا. زين هنا طبعا اكو عندنا معادله ثانيه هم تفيدكم، يقول لك السي الفا شو يساوي انه؟ يساوي هاي الالفا اللي بالبدايه اللي طلعناها من القانون على واحده زائد ان اي. هاي معادله يعني شلون انه وضعيه، زين، وحتى ما موضحين الاشتقاق مالتها، بس يقول لك هاي المعادله هم تفيدني على مود احسب بها قيمه الصب الفا. بس اكيد انه اذا عندي مثلا بالاختبار او انه اريد افحصها او اريد احسبها بالمختبر نتيجه تجربه، السي سب الفا منين اطلعها؟ اطلعها من هذا القانون. ليش؟ اللي هو يعتمد على الفويد ريشو ويعتمد على التايم. ليش؟ لان من المختبر النتائج اللي حصل هي شنو؟ الفويد ريشو والتايم. هنا شنو؟ اكو يقول لك قيم للالفا، اكو عندي رينج، رينج للالفا. مثلا اذا كانت عندي التربه اوفر كونسلديتد كلي، واذا كانت نورمال كونسلديتد كلي،
واذا كانت اورجانيك سويل، اذا اورجانيك اللي معناه شنو التربه العضويه زين، او نسميها البيتس، فهنا عندي رينج لقيمه السي 7000. فاذا كانت اوفر كونسنتريتد ريشيو، طبعا قيمه السي الفا تكون لو تلاحظون كلش قليله، يعني 5 بال10000 الى 15 بال10000 زين. اذا نورمال كونسنتريت لا راح تصير اعلى شويه الى ان نوصل للتربه العضويه. شنو معناها؟ معناها اذا كانت التربه اوفر كونسوليديتد، احنا قلنا الاوفر كونسوليديتد يعتبر يعني انا كمهندس مدني جاي اصمم او انفذ بنايه وهاي التربه اوفر كونسوليديتد تكون افضل الي وامن الي. ليش؟ لان هاي التربه منضمه سابقا، صار بها انضمام سابق، فمن اسوي انضمام جديد نتيجه الاحمال الجديده مع البنايه الجديده فما عندي مشكله. ليش؟ لان التربه هابطه. فلذلك اكو عندنا شغله، اكو شغله عندنا مثلا من ضمن معالجات التربه، هسه مثلا عندنا تربه بيها الكونسلديشن سيتلمنت او السيتلمنت كلش عالي، بحيث انه نسلط احمال البنايه مالتي راح اتوقع راح يصير عنده هبوط كبير وراح يصير عنده فشل. فشي يسوون من ضمن المعالجات؟ اكو بيهم مثلا يسوي سويل ريبليسمنت، استبدال تربه. يعني شي يسوي؟ يحفر هاي التربه على عمق متر او مترين، يشيل هاي التربه الضعيفه ويستبدل عنها بتربه قويه، وبعدين يكمل شنو انشاء الاسس مالته. هاي واحده، هاي طريقه واحده. الطريقه الثانيه مثلا اذا كانت التربه مثلا جبسيه، التربه الجبسيه تعرفونها يسمونها كولابسال وول سويل، يعني شنو تربه انهياريه. فهاي التربه الانهياريه انت لو تلاحظ هاي التربه الجبسيه صار عباره عن صخور، صخور كلسيه. وهاي طبعا من تشوفها انت اذا ما تعرف انه هاي صخور كلسيه راح تشوفها تعتبرها شلون الحجر، بتقول لا هاي تربه قويه، بس بالحقيقه لا، هي مو قويه وجدا ضعيفه. شلون؟ من انشئ البنايه مالتي واكمل وعندي اني اكو مياه نتيجه الصرف الصحي او مياه الامطار او مياه جوفيه تصعد عندي، هذا الحجر الكلسي العدو مالته شنو؟ الماء. راح شو يصير بيه؟ يذوب. وهذا الحجر الكلسي موجود بالتربه على شنو؟ شنو تكتلات. فهاي التكتلات الكلسيه من يوصل لها الماء راح تذوب، ملح هو يذوب. فشو يصير بمكانها؟ راح يصير بمكانها فراغ كبير، وبالتالي فأدي البنايه فوق سلط احمال عاليه. فشي يصير عندي؟ انه هاي تحاول انه تغلق هاي الفراغات الكبيره، فشي يصير عندي بالتربه؟ يصير انهيار اللي يسمونه كولابس، هذا تعتبر كلش خطر. زين، فمن ضمن المعالجات احنا كنا نحكي بموضوع المعالجات، انه اذا كانت عندي تربه جبسيه هم استبدلها، او استخدم شنو؟ معالجه. مثلا واحد يقول لك ما اقدر استبدل، يعني عمليه الاستبدال يعني تعتبر عمليه غير اقتصاديه، لانه تعال عمليه حفر ونقل، انه انقل هاي التربه الضاره، اجيب سيارات حميل وغيرها واوديها لمكان ثاني اذبها، وبعدين اجيب تربه من مكان بعيد، احتمال الجزء راح اروح لغير محافظه او مثلا مكان يعني يكلفني هوايه. فشي يسوون؟ هي نفسها التربه الجبسيه او التربه الضعيفه يستخدمون بها معالجات يعني شنو موقعيه. يعني مثلا شنو من ضمن المعالجات اللي هي مثلا حقن التربه بالاسمنت، او مثلا شنو حقن التربه اللي هي شنو منتجات البترول او مخلفات البترول المختلفه. زين، فبالتالي انه قلنا هاي طريقه المعالجات اللي موجوده بالتربه اللي هي هسه طرقنا لها عن طريق هذا الجدول. هسه شباب يعني تقريبا وضحنا لكم هاي الامور كلها، راح نبلش شنو نحل مسائل، راح نحل مسائل على هذا الموضوع. عندكم سؤال لحد هنا شباب وياي؟ عندكم سؤال على هذا الموضوع؟ لو ما عندكم. نعم دكتور وياك. أنا لا ما عندي. تمام، واضحة الأمور إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. إن شاء الله. هسه راح نبدأ نحل مسائل على الشغلات اللي أخذناها سابقا لموضوع الكونسلتيشن. فعندنا هسه هذا أول مثال، يقول الكونسلتيشن تيست، في فحص الكونسلتيشن. The following results have been obtained. يعني شنو؟ أكو عندنا نتائج حصلناها من فحص الكونسلتيشن.
when the load was changes يعني قيمة الحمل تغيرت عندي. طبعا أنا تعرفون ما بالمناسبة أخذته فحص الكونسلتيشن بالمختبر لو بعدكم شرح لكم أستاذ محمد لا نعم دكتور أخذناه أمس شهر آخر محاضرة آخر جزء من التجربة أمس. حلو تمام أنا أكدت عليكم على هذا الموضوع لأن هذا الفحص كلش مهم اللي هو جهاز كازاغراندي اللي بهاي العتلة مالته ونسلط بها أحمال. شلون سويت الفحص؟ مو سلطتوا أحمال وبعدين الأحمال غيرناها؟ مو شباب؟ اي استاذ اي نعم دكتور 24 ساعة الأحمال نغيرها مو 24 ساعة أو لما تثبت نخلي أحمال جديدة. يعني شنو مثلا أسلط حمل كان يفون بالبداية يعني هسه مثلا عندي 50 كيلو نيوتن لكل متر مربع هذا حمل زين هذا الحمل وعلى ضوء احسب شنو قيمه الفويد ريشيو هسه مثلا هاي ال 50 هنا يجي لك مقابلها عندي الفويد ريشيو ايش قد كانت مثلا 0.7 زودت الاجهاد صار عندي مو كان 50 صار شنو صار 100 ايش تتوقع الفويد ريشيو شو يصير بها اذا زودت تقل لو تكبر لو تبقى تقل استاذ تقل ليش لانه سلطت احمال اكبر فصار بالفويد ريشيو قل فهو هاي الفكره من هذه التجربه على مود اشوف تاثير الاحمال المسلطه على التربه بهاي الحاله. طبعا اكو شغله ما ذكرت الكيمياء هم من ضمن المعالجات مال التربه شو نسوي؟ فمرات من ضمن المعالجات اذا كان عندي الزمن مفتوح عندي مثلا انا ما مستعجل على البناء فالتربه شو اسوي؟ احسبها بهاي معادله السطلمنت ايش قد احسب الهبوط مالتها؟ مثلا احسب الهبوط مالتها يصير مثلا 5 سنتيم او مثلا 10 سنتيم. يعني واحد يقول لك لا ال 10 سنتيم هوايه خطره يعني انا منشئ بنايتي وبعدها راح تنزل التربه 10 سنتيم يعني اكيد المنشئ اللي فوقها يجوز يتعرض الى انهيارات او كل شيء. فشو يسوون؟ قبل لا ينشئون المنشئ اللي موجود يجيبون احمال يسلطونها على اليمن على التربه. هاي الاحمال وزنها بقد وزن البنايه اللي راح ابنيها اني ويخلونها مثلا لمده سنه سنتين بهالفتره راح شو يصير بالتربه راح يصير بها تهبط تلقائيا نتيجه هاي الاحمال اللي هي احمال واقعيه طبعا بعدين انا اخرها يعني كانما كتل حجريه فد احمال كبيره او فد شيء يعني مهما كانت هاي الاحمال زين يوخرونها فالتربه راح تهبط راح تاخذ استقرارها بحيث من انشئ البنايه اتوقع شنو قيمه السطلمنت خلينا نقول صفر راح صار عندي فما عندنا مشكله. وهاي يستخدمونها وين؟ يستخدمونها بالركائز مال الجسور اذا ملاحظينها اكو يسمونها فحص البيرنج. من اسوي الركيزه ادقها واكمل ملاحظين انتم مثلا من شايفين جسر ينشئ او فتشي يجيبون كتل حجريه كبيره صخريه كبيره يخلونها وين فوق الركيزه ويفحصون الهبوط مالتها. ايش قد يصير هبوط بالركيزه؟ لان هو الركيزه داقينها ومكملين. فيجي لك بعدين من اسلط حمل الجسر اللي فوقها هل يصير هبوط قد بالركيزه سوى لي مشكله؟ لو لا. فيسلطون احمال على الركيزه بقد حمل الجسر. بقد حمل الجسر ويحسبون السطلمنت عن طريق شنو جيجات. يستخدمون جيجات. زين؟ وبالتالي يحسبون قيمه الهبوط اللي يصير عندي ويشوفون هل خطر هذا؟ لو لا. او اني هاي العمليه اصلا راح تفيدني ليش؟ لانه الركيزه راح تنزل وراح تستقر تاخذ وضعها بحيث من اسلط حمل الجسر فوقها بعدين ما راح يصير بها هبوط اضافي. زين ومرات اكو عندي فحص اسوي شوكيت مثلا اذا صار عندي خلل بالمكعبات الكونكريتيه مثلا عندي صبه مال سقف صبيت السقوف وكمليت طلع عندي المكعبات ما مطابقه للمواصفات مثلا انا اريد قيمه الاف برايم سي اللي هو مقاومه الكونكريت مثلا 25 طلعت لي بالمكعبات 21 فايش يسوون فحص التحميل يجيبون تشيرس مال اسمنت ويخلونها وين على السقوف يعني بالاطنان ويخلون جواها جيتشات يعني جوا السقوف ويحسبون قيمه السطلمنت اللي يصير عندي اللي هنا يسمونه الديفلكشن. معادله الديفلكشن مال السقوف تختلف عن هاي اذا شايفينها يساوون يمكن 5 بوينت سمثينج مضروب ال W الأس 4 على قيمة الـ EI يعني يعتمد على معامل القصور الذاتي عزم القصور الذاتي. هسه على العموم نرجع لمثالنا هذا
احنا سوينا هاي التجربه، يقول لك اللود اتغير عندي من 50 الى 100، والبيض ريشو هم اتغير من 0.7 الى 0.65. يقول لك اوجد ديتيرماين ذا كوفيشنت اوف فوليوم ديجريز اللي هو ام في، زين، او نسميه احنا شنو كوفيشنت اوف فوليوم كومبريسبيلتي. ليش قلت لكم ركزي على هالمصطلحات، تاكدوا من عندها، ليش؟ لانه كل هذا رمز الى تسميه. يعني مرات ما اقول لك فايند ذا ام في، اقول لك ديتيرماين كوفيشنت اوف فوليوم ديجريز او فوليوم كومبريسبيلتي. فانت مو تطلع لي سي سب سي، لا، سي سب سي شو يسمونه؟ يسمونه كومبريشن اندكس. هاي حفظوهم مصطلحات، زين. فاول شيء كوفيشنت اوف فوليوم ديجريز اللي هو الام في، شنو قانون الام في؟ قانون الام في شو يساوي لنا؟ هذا قانون الام في يساوي لنا الاي في على 1 زائد الاي نوتس، مو شيء. هسه زين، الاي في شو يساوي لنا؟ الاي في يساوي لنا دلتا اي على دلتا سيجما، زين. اذا دلتا اي عندي اني اللي تغيرت من 0.7 الى 0.65 على دلتا سيجما 100 على ناقص 50، طلعت لي شنو وحداتها؟ متر مربع على كيلو نيوتن. اقسم هذا الاي بي على 1 زائد ان يو، طلعت لي قيمه الام في اللي هي مطلوبه عندي بالسؤال. طبعا نفس الوحدات، هي وحدات الاي بي هي نفس وحدات الام في. ليش؟ لانه الاي هو مقدار خالي من الوحدات. فهم تطلع لي شنو؟ متر مربع على شنو؟ على الكيلو نيوتن. هسه نجي الى الكمبرشن اندكس. الكمبرشن اندكس قلنا شلون نلقيه؟ نلقيه مثل معادله هسه السي صب الفا. السي صب الفا مو قلنا هو الميل مال المنحني هذا اللي هو المقابل على المجاور؟ هنا انا هم يساوي ان المقابل على المجاور، هم المقابل على المجاور مال المنحني. بس يا منحني، هذا المنحني مال من؟ مال التايم والبويد ريشو. هذا لا، هذا المنحني مال البويد ريشو ولوك سيجما. شوف الفرق بيناتهم شنو؟ السي صب سي المنحني مال البويد ريشو ولوج السيجما. السي صب الفا هو شنو؟ المنحني مال الدلتا اي ولوج التايم. تايم يعني الاكس اكسس مالته التايم، وهذا شنو؟ الاكس اكسس مالته هو شنو؟ يمثل لي السيجما. فاذا انا احسب قيمه السي صب سي اللي هو الدلتا اي على دلتا سيجما، زين. شباب اكو واحد ما فاتح المايك، خلي سده حتى ما يشوش على الطلاب البقيه، زين. فطلعت لي هنا قيمه السي سب سي واللي يساوي لنا دلتا اي على دلتا لوج سيجما، وطلعت لي قيمه ايش يساوي لنا 0.166. هسه مفهوم هذا السؤال؟ ما في شيء؟ ما اعتقد بي مشكله، واضح. تطبيق مباشر للقانون. هنا السؤال الثاني، اذا واحد عنده سؤال خليه يتفضل. السؤال الثاني شو يقول؟ يقول as handful compacted to a bulk density، مطين هنا على الدنسيتي اللي هو كثافة التربة 18.84 كيلو نيوتن على المتر مربع is to be placed on compressible saturated marsh. شنو معنى المارش شباب؟ هنشوفكم بالانجليزي قويين لو لا. deposit 3.5 متر thick. تعرفون شنو معنى المارش؟ ما ماخذينها بالانجليزي بالمتوسطة بالاعدادية. نشوف هاي القوة بالانجليزي. شنو دكتور؟ المارش، المارش الصورة. يعني شلون الانهار او المارش؟ نهار يعني نهار؟ مرات نروح للناصرية، للعمارة. الهوار. هوار الهوار. الهوار، رحم الله والديك. رايحين للهور لو لا؟ لا والله استاذ ما رايحين. ان شاء الله ان شاء الله، يراد لكم سفرة ان شاء الله. والله ان شاء الله. فهنا شنو الاهوار؟ دائما يدرسون عليها قصه المد. ليش؟ لان تعتبر هاي شنو؟ المنطقه بها مياه وبها اطيان كلش عاليه، فالهبوط يصير بها قوي كلش. فانا اذا اهوار عندي واريد اسوي عليها منشات، وهاي مثلا الاهوار مثلا المياه مالتها جافه او فتشي، او يعني راحت المياه مالتها، خلينا نقول تبخرت او تلاشت، فتعتبرها منطقة خطرة. ليش؟ لأنه أول شيء ساتوريتد، لأن تبقى التربة ساتوريتد، والانهيار اللي راح يصير بها أو الكمبرسبلتي تكون جدا عالية. فهاي دائما يدرسون هالأهوار. القصد فأني عندي يقول لك كمبرسبل ساتوريتد مارش ديبوزيت. ديبوزيت اللي معناه ترسبات الهور،
التربه شنو مشبعه منضغطيه. السمك مالته شي يساوي نساوي 3.5 متر ثيكنس اللي هو شنو الاتش نوت. هنا جاي لك الاتش الاتش لازم شو يساوي له 3.5. The height of sandfall the height of sandfall عندي ايش كثر هنا 3 متر. يمكن اكو عندي رسم اوضح هنا اذا كانت الفوليوم كومبرسبل الام بي هاي قبل شوي حسبناها مطينا قيمه الام بي سانه 7 في 10 اس ناقص 4 متر مربع على الجي نيوتن استيميت ذا فاينل سيتلمنتس. لا ما بعد رسم هنا شنو شباب عندي اني نوعين من التربه عندي تربه طينيه السمك مالتها 3.5 متر وعندي فوقها تربه رمليه فوقها تربه رمليه السمك مالتها 3 متر. طبعا وزن التربه الرمليه اللي فوق التربه الطينيه هو اللي راح يسبب لي شنو الهبوط يعني يعتبر احمال مسلطه على التربه الطينيه. واحنا قلنا الهبوط وين يصير اكثر شيء يصير بالتربه الطينيه لان التربه الرمليه الهبوط مالتها راح يكون يعني جدا ضعيف. احنا دائما هسه بالتربه الرمليه حتى المعادلات ماكو هاي شباب بالمناسبه هاي معادله كونسلتيشن سيتلمنت ما نستخدمها التربه الرمليه اكو عندي معادلات ثانيه معادلات ثانيه موجوده عندكم بالكتاب المصادر اللي موجوده بكتاب داز وايلي هذني ماكو شنو يحسب لك الهبوط اللي يصير بالرمل عن طريق معادله ثانيه تختلف عن هاي اكثر شيء تعتمد على الاجهادات زين ما بيها لا سي سب سي لا سي سب ار لا سي الفا بس القصد انه الهبوط اللي يصير عندي بالتربه الرمليه مو خطر مثل ما هو عليه بالتربه الطينيه. ليش؟ لانه الهبوط اللي يصير بالتربه الرمليه هو لحظي بينما بالتربه الطينيه لا يعني يستمر لعده سنوات. فهاي مني يستمر لعده سنوات فانا ما اتوقع ايش وقت راح يصير عندي الهبوط النهائي واحتمال يكون عندي خطر. اضافه الى ذلك يجوز الهبوط بالتربه الرمليه يعني ما يوصل مليمات يعني واحد ملم اثنين ملم بينما بالتربه الطينيه لا يجوز يوصل بالسنتيمات يعني مثلا 5 سنتيم 10 سنتيم هيك يعني. بالمناسبة كان عندي محددات للهبوط حسب الكودات. احنا الكودات اللي نعتمد عليها بشغلنا عندنا الهبوط بالمنشآت اللي هسه مثلا نشتغل بيها بالعراق يسمح لك انه الهبوط مع البناية ما بين 50 الى 80 ملم يعني من 5 الى 8 سنتين. بس بالحقيقة هسه بالكودات الحديثة وتدرون الكود كل سنة يتغير قالوا لا هاي خطرة احنا السيفتي لازم نعليها. فهاي القطارات اللي شرحت لكم اياها قبل شويه اللي سرعتها توصل 500 كيلومتر بالساعه قالوا احنا ما نشتغل على الكود اللي يقول انه المسموح بهبوط التربه ما بين 50 الى 80 ملم لا هاي تعتبر هوايه. فسووا كود جديد هسه مثلا بالصين سووا كود خاص بهاي الشغله سموه شنغهاي كود اعتمادا علينا على القطار اللي يمر بهاي المدينه ويربط ما بين مدينه شنغهاي وبكين. ايش قد حددوا الليمت مال السيتلمنت مالتي؟ حددوا 10 ملم يعني 1 سنتيم. يعني اذا صار عنده هبوط اكبر من 1 سنتيم يعتبرون هذه التصميم مالي فاشل. لازم اعيد التصميم، اعيد النظر بحساب الاسس، اعيد النظر بحساب البايل، اقطارها واعماقها الى اخره. هسه شباب نكمل موضوعنا. هنا انا مطيني ام في مطيني قيمه الام في هنا ومطيني سمك التربه. اكو عندنا معادله مال سيتلمنت. طبعا تدرون معادلات سيتلمنت هوايه فمن ضمن واحده من المعادلات هاي اللي هو شو تقول الدلتا اتش شو يساوي يساوي الام في في الاتش نوت في الدلتا سيجما. يعني شنو هسه شوف كم معادله صارت عندي معادله اللي تعتمد على سي سب سي اللي هو سي سب سي في اتش نوت على واحدة زائد ني نوت لوج سيجما زائد دلتا سيجما على سيجما نوت. وعندي معادله ثانيه اللي تعتمد على سي سب ار اللي هو سي سب ار في اتش نوت على واحدة زائد ني نوت في لوج سيجما نوت زائد دلتا سيجما على سيجما نوت. وهسه عندي معادله جديده لحساب السيتلمنت اللي هو تعتمد على يمين تعتمد على ام في. طبعا كلها تحسب سيتلمنت بالمناسبه. فاذا اقول لك احسب لي سيتلمنت تعتمد شوف المعطيات مالتك شنو هي. هسه المعطيات مالتك شنو هو؟ انا مطيك هنا ام في ومطيك شنو دلتا سيجما. اذا وين تروح؟ تروح لهاي المعادله.
فاذا ما اطول عليكم شباب، الام في مطيك اياها بالسؤال اللي هو 7 في 10 ناقص 4 متر مربع على الكيلو نيوتن في قيمه الاتش نوت. ايش قد الاتش؟ الاتش اخذ مالت من؟ اخذ مال التربه الرمليه لو التربه الطينيه؟ ايش تقولون انتم شباب؟ سادة الطينية التربة الطينية بالضبط. ليش؟ لأن على الهبوط وين يصير عندي الخطر؟ التربة الطينية. التربة الطينية الرملية الهبوط يعني مؤقت تقريبا، مو مؤقت، مو بس هاي التربة الرملية الفوق هي تعتبر حمل أي. فوق التربة الطينية هو اللي سبب للهبوط، هو اللي سبب للهبوط. يعني شلون ديستريبيوتد لود؟ يعني كأنه حمل منتشر فوق التربة. قلت لكم واحدة من معالجات الهبوط أو معالجات التربة انه اسلط حمل على التربه قبل لا اسوي المنشاه مالتي. الحمل هذا كان يكون رمل او كان يكون حجر اخليه او كتل كونكريتيه، الوزن مالته هذا يساوي وزن المنشاه اللي راح اسويه اني، وخلي المده سنتين وارجع ورا سنتين اشيله واسوي المنشاه مالتي، القى التربه هابطه ومستقره وكل مشكله الهبوط ما عندي. فمشكله الهبوط شباب، انتم ان شاء الله راح تتخرجون وتصيرون مهندسين، اخطر مشكله يواجهها المهندس المدني هي السطل الماس، وراح تشوفونها ان شاء الله. زين، هسه نجي الى مثال اخر. هنا يقول لي layer of soft clay اللي هو 6 متر thickness lies under newly constructed building the weight of the sand overlying. شوف هنا اكو عندي sand فوق هي and clay layer produce pressure 260. شوف الساند مسلط يعني ضغط عليه من على الكلي. الساند هو مسلط ضغط على الكلي مقداره 260 كيلو نيوتن لكل متر مربع. And the new construction increase pressure. وعدي المنشأة الجديد هم مسلط له ضغط جديد. يعني الساند مسلط ضغط قديم اللي هو 260 كيلو نيوتن لكل متر مربع. ومن سلطت منشأة هم سلط له ضغط آخر جديد اللي هو 100 كيلو نيوتن لكل متر مربع. If the compression index is C sub C، شوف هساني ما قايل لك C sub C هنا على السؤال، قايل لك compression index. شنو معناها compression index؟ C sub C. بالضبط. لازم قلت لكم هاي المصطلحات تعرفون شنو معناها. Compute the settlement، احسب قيمة settlement. The water content هو 40% و specific gravity 2.65. زين. اذا السيجما نوت عندي شو يساوي لنا؟ 260 كيلو نيوتن لكل متر مربع. الدلتا سيجما يساوي لنا 100. ليش؟ لانه هذا السيجما نوت هو يعتبر اجهاد، يعني هو الاجهاد الاصلي المسلط على التربه. زين؟ والانكريمنت اوف بريشر اللي هو الدلتا سيجما هو يمثل الاجهاد الاضافي. دائما خلي ببالك اكو عندي شغله يسمونها شنو؟ يسمونها الاجهاد الاضافي. اللي هو جاي منين الاجهاد الاضافي اللي هو الدلتا سيجما؟ جاي من الاحمال التي تسلط على الاساس. الاحمال اللي تسلط على الاساس اسميها دلتا سيجما. سمك الطبقه الطينيه طبعا هذا جدا مهم عندي لازم انا اعرفه، اللي هو مطينيه بالسؤال ايش قد مقداره؟ مطينيه 6 متر. من احولها للسنتيم ايش قد يطلع؟ يطلع 600 سنتيم. زين، شوف هاي بالبدايه ده السؤال قال لي شنو؟ 6 متر. السي سب سي عندي الواتر كونتنت، تجي هنا سبيسيفيك جرافيتي مطيني اياها 2.65. اروح وين هسه الدور؟ بما انه مطيني بالسؤال سي سب سي ومطيني اتش ومطيني سيجما نوتس ومطيني دلتا سيجما، اذا ما اروح لهاي المعادله اللي تحسب لي السطلمنت اللي هي هاي اللي حلينا بها المثال السابق اللي هو الام بي واتش نوت ودلتا سيجما. لا، اروح لهاي المعادله الثانيه اللي هي شنو؟ اللي هي تقول H السطلمنت يساوي لنا H في C sub C على 1 زائد E نوت لوج 10 سيجما نوت زائد دلتا سيجما على سيجما نوت. زين، ال H مطينيها طبعا حولت بالسنتيم. ليش؟ على مود يطلع عند الهبوط النهائي بالسنتيم. كيفي اقدر هسه هاي ال H اخليها بالمتر، ما عندي مشكله. ليش؟ لان هاي كلها راح تطلع لي خالي من الوحدات. شلون؟ لان هذا سيجما نوت بالباسط وحداته كيلونيوتن على متر مربع، تقسيم المقام اللي هم كيلونيوتن على متر مربع راح يروح الوحدات تختصر. الاي نوت هنا ما بيها وحدات، السي سب سي هم مقدار خالي من الوحدات لان يعتبر بيل مال منحني اللي هو يربط العلاقه ما بين البويد ريشيو والدلتا سيجما. ف
فشوف قاعد بس الاتش بها وحدات وهي مضروبه بالكل. انا هسه حتى لو سويت وحداتها بالمتر ما عنده مشكله، راح يطلع عندي الناتج بها من بالمتر، او احولها للسنتيم يطلع لي الناتج بالسنتيم، او للملم يطلع لي بالملم. زين هسه ايش تتوقع انتم هسه هذا 21 سنتيم بوينت 3؟ انت طبعا رقم دير بالك تحسسه انت كمهندس مدني، ايش تتوقعون هسه 21.3 يعتبر هبوط كبير لو صغير؟ دكتور هذا رقم عالي، يعني هبوط كبير على كبير يعني هواي هذا، يعني كانما ربع متر راح يصير عند الهبوط. أيه هذا خطر طبعاً. هذا خطر خطر هذا كلش. اي يعني انا اذا عندي بنايه وانشي على التربه او صار عندي هبوط يعني تقريبا ربع متر، هذا يعني حتى شنو يعني ما مطابق للمواصفات. زين للمواصفات قلنا يعني اقل شيء كلش كلش يعني هي من 50 الى 80 ملم ملم، يعني شنو معناها 8 سنتيم، يعني هاي اعلى شيء. وحتى هسه قاموا يعيدون النظر بها، يعتبرون 8 سنتيم هم هواي. فدير بالك انت دائما احرص من تسوي بنايه وتصمم الاسس مالتك انه بحيث تضمن انه الهبوط راح يكون اقل ما يمكن. شلون هاي تحصلها؟ اول شيء تضبط التربه بحيث انه تكون التربه قويه، وحتى لو كانت التربه ضعيفه تسوي لها معالجات. وكذلك ايضا شو تسوي؟ الاساس مالتك انه يكون اساس امين بسيفتي عاليه. هسه راح تاخذون ان شاء الله موضوع الاسس بالمرحله الرابعه، تاخذون موضوع السيفتي. فلازم عندك سيفتي تكون جدا عاليه بحيث انه اني من يصير عندي هبوط يصير هبوط ضمن الاوبل ليميت. هسه نجي الى هذا المثال الاخر. هنا يقول لك there is a bed compressible clay، يعني شنو؟ طبقه طينيه منضغطه السمك مالتها ايش كثر يساوي؟ 4 متر ثيكنس with pervious sand. احنا انتم اخذتوا قلتوا لي اخذتوا الموضوع هذا مال كازاغراندي اللي هو تجربه كازاغراندي. شلون تسوون التجربه؟ مو تاخذون عينه طينيه وتخلون فوقها حجر مسامي وجواه حجر مسامي مو شباب؟ اي نعم دكتور، بالقالب نخلي حجر مسامي النوب التربه وبعدين نطبق على يرهم حجر مسامي على مو خروج الماء. بالضبط. شنو فائده هذا الحجر المسامي اللي خليته؟ شو يسوي لي هذا؟ استاذ نفاذيته عاليه، هذا يسمح بخروج الماء. يسمح بخروج الماء من التربه. استاذ يوزع الحمل استاذ على التربه. والله هذا توزيع الحمل عادي، انا اقدر احصله باي حجر ثاني حتى لو مو مسامي. بس القصد شنو فائده المساميه اللي موجوده بهذا الحجر؟ شنو الفائده؟ شنو اللي شيء اللي راح يتحقق عندي؟ اللي يتحقق عند الشباب يسمونه الدرينج. الدرينج اللي هو البزل. البزل او التصريف اللي يصير بالتربه. بالضبط. يعني شنو اني؟ انا عمليه الكونسوليديشن هي مو عمليه خروج الماء من بين فراغات التربه. الماء والهواء. بالضبط، والهواء. زين انا شلون يخرج عندي الماء وهو محصور؟ يعني عينه التربه محصوره، فمستحيل راح يطلع. لازم شو اسوي؟ اخلي الحجر اللي فوق التربه واللي جواه اثنينات المساميات بحيث الماء اكو له فد منفذ يخرج من عنده. زين، فاذا خرج باتجاه واحد كان يكون للاعلى او الاسفل يسمونه وان واي درينج. اذا خرج من الاعلى والاسفل شو يسمونه؟ يسمونه تو واي درينج. تمام. حتى هسه متصممون اكو هاي البرامج الحديثه ان شاء الله بالماجستير او الدكتوراه، اللي هي برامج اللي هي تحسب لك السطمات مثل برنامج بلاكسز. هاي شنو يعطيك؟ الموديل يقول لك شنو نوعيه الموديل. تقول له اني الموديل مالتي تو واي درينج او وان واي درينج. زين، نوعيه الموديل اللي هو مور كولوم، مور كولوم موديل. هسه ان شاء الله راح ناخذ مور كولوم الى اخره. هاي كلها محددات تحددها بالبرنامج حتى يشتغل على الاساس، يعني يمثل لك العينه مالتك او النموذج مالتك مشابه للواقع اللي هو شنو؟ دبل درينج او سنجل درينج خلينا نقول. زين، اذا شو مسوين هنا؟ هنا بهذا المثال عندي طبقه طينيه سمكها 4 متر ومخلينها مستنده على التربه فيريوس مساميه وين هاي؟ بالتوب. ان امبريفيوس روك، هنا الروك شو يعتبروه؟ اعتبروه امبريفيوس. يعني شو معنى امبريفيوس؟
يعني غير مسامي، يعني شنو بالاسفل، يعني هي التربه اللي اسفلها هو شو تكون غير مساميه، وفوق تعتبر شنو مساميه. ليش؟ لان الحجر ما بيه مسامات يسمح بخروج الماء من خلاله، بينما الرمل بيه مسامات يسمح بخروج الماء من خلاله. اذا هذا يعتبر شنو؟ يعتبر ون وي درينج، بس باتجاه الرمل، باتجاه الروك لا ما عندي درينج. فان الكونسلتيشن تيست فحص الكونسلتيشن اللي اخذته انا اندستيرب سبيسمن، شنو مع شباب اندستيرب؟ هذا غير مشوش. شنو مع الاندستيرب؟ بالضبط، هاي اللي سالناكم عليها بالفصل الاول، جبنا لكم سؤال واجب بيتي لكم شلون نحصل اندستيرب سامبل اذا كانت عده تربه رمليه واذا كانت عده تربه طينيه الى اخره. فانا عندي اندستيرب سبيسمن اوف كلي، طبقه طينيه from this deposit ايش قد وصل؟ 90%. 90% طبعا دائما احنا نركز بالهبوط انه نوصل الى 90%. ليش؟ لانه قلنا اول شيء من الصعب جدا انه انا اوصل الى 100%، يعني الحاله المثاليه انه تنغلق اخر فتحه من فتحات التربه اللي موجوده وين؟ اسفل الاساس. فيفترضون انه السطلمنت يصير او الانضمام اللي يصير عندي ايش كثر يوصل؟ يوصل الى 90%، يعني ما يصل الى 100%. زين؟ فهو هذا يعني اكثر شيء درسونه، واللي سمينا احنا شباب هذا السطلمنت سميناه كونسلتيشن سطلمنت، اللي يوصل وين؟ ل 90%. قلنا اللي يصير ورا 90% سميناه سكندري سيتلمنت، اللي هو موضوع دراستنا محاضرتنا لهذا اليوم. فاذا 90% سيتلمنت، اذا شو يقول لك هنا؟ انا معناها يقول لك احسب لي شنو الكونسلتيشن سيتلمنت. زين، فيقول لك الكونسلتيشن سيتلمنت من خلال التجربه وصل عندي ايش قد؟ باربع ساعات. يعني انتم من فحصتوا هسه بالمختبر، يعني كملتوا اربع ساعات بالتجربه وصلتوا الى انضمام مقدار 90%. زين، العينه اللي بالمختبر، شوف اكو عندي سمك، يعني هسه صار عندي سمك 4 متر، هذا شنو بالواقع، وعندي سمك مقداره 20 ملم هاي وين؟ بالمختبر. وهذا الفرق بيناتهم. فش يقول لك هنا؟ يقول لك انا بالمختبر يابا سويت فحص لهاي التربه الطينيه، طلع عندي انه توصل الى 90% هبوط بمقدار 4 ساعات. زين، بالحقيقه ايش قد توصل؟ يعني هل توصل باربع ساعات؟ لا طبعا، تختلف، لانه التجربه المختبريه مو مثل الواقع العملي. دائما هسه عندنا اكو عندنا ثلاث انواع من النتائج شباب نحصلها بكل موضوع، سواء كان بالتربه، بالكونكريت، باي موضوع ثاني. اكو نتائج اللي هو ثيوريتيكال يسمونها، النتائج اللي احصلها منيا؟ من المعادلات. يعني انا عندي معادلات نظريه مشتقينها علماء سابقا، اطلع منها نتيجه. يعني مثلا هذا السطر اللي تعاني حسبته من هاي المعادله، هاي النتيجه شنو هي؟ نتيجه نظريه. واكو عندي نتيجه مختبريه اللي هي مثلا شنو؟ مثلا جهاز كازاغراندي هذا اللي اخذتوه عم يحسب لي سطلمنت. اذا هاي النتيجه شو يسمونها؟ نتيجه مختبريه. اكو نتيجه ثالثه اللي شو يسمونها؟ يسمونها الفيلد، اللي هي شنو؟ النتيجه الحقليه، اللي شنو انا بالحقل انه انا عندي اجي واقع حاله خلي جيجات تحت الاساس واحسب الهبوط اللي يصير عندي بالواقع. يا هي اضبط نتيجه وادق نتيجه شباب؟ جاوبوني من بين هاي النتائج، النظريه النتيجه الحقليه. صح صح، الحقليه. ليش؟ لان يعني هي تحاكي الواقع، يعني لازم مضبوط. زين، هل تتطابق النتيجه اللي بالحقل ويا المختبر ويا النظريه؟ لا استاذ ما تطابق، هو تطابق 100% ما يصير، بس هو المفروض يعني المختبريه اكبر، لان الظروف يعني الظروف يعني شلون نقول ستاندر، يعني بالظروف المختبر مثاليه مو مثل الحقليه. صح. إذن شنو معناها؟ ما راح تتطابق. ليش؟ لأنه المعادلات النظرية تستند على نظرية، والنظرية ما تحاكي الواقع 100%. يعني على سبيل المثال هسه مثلا معادلة ترزاكي
من اوجد لنا معادله مال ترزاكي سوى، قال انا مو حاكي الواقع اكثر للتربه هوموجينيوس وايزوتروبيك والى اخره، بس من ترجع للواقع التربه هوموجينيوس، من اروح للواقع القي هوموجينيوس مستحيل، هل انه التربه ايزوتروبيك متجانسه مستحيل، يعني معناها معادله ترزاكي افترض فرضيات مثاليه انه التربه متجانسه ومتشابهة الخواص، هذا ما موجود بالواقع. يعني أنا هسه من أحفر التربة ألقى بيها مواد عضوية، ألقى بيها مخلفات، ألقى بيها أمور هواية. يعني هسه مثلاً أريد شوية ألطف الأجواء، يعني هسه عندنا مثلاً هنا مثلاً من السماوة يسولفون على هاي المنطقة مال الحي السياسيين اللي جديدة، يقولون نحفر مثلاً واحد إذا يريد يبني بيت، يقول نحفر على عمق مترين نلقي اكو شنو، اكو دشاديش مثلا او مثلا قماش مدفون جوا ورا المترين. يعني شنو معناها؟ معناها هاي اكو انقاض مال المدينه، انقاض مال المدينه وين يذبونها؟ يذبونها بهاي المنطقه. يعني انا من احسب السطل مثل هاي التربه، يعني حاكي الواقع مستحيل. فالقصد دائما الواقع يختلف. فشباب على مود حتى تفهمون هذا المثال قربت لكم الواقع، فهنا انا عندي نتيجتين. نتيجه انه انا شنو عندي نتيجه من المختبر حاسبها، ونتيجه اريد احسبها بالواقع. فبالمختبر اني وصلت الى سيتلمنت مقدار 90%، ايش قد زمن مقدار 4 ساعات. هنا يقول لي خمن الزمن بالسنوات لبنايه منشئه بحيث اوصل الى 90%، طبعا لنفس التربه هاي. خلينا نشوف شلون احسبها هاي. يقول لك رينج اوف باث for the field deposit ال HF يساوينا 4 متر، هنا اللي يساوينا 4000 ملم، زين اللي هو شو يمثل لي هذا بالفيلد، يعني شنو بالواقع ال H بالواقع، زين بينما بالمختبر باللابتوب لابراتوري السموك مال العينه اللي اخذتها ايش قد، هسه انتم من اشتغلتوا بالمختبر من اخذتوا هذا القرص مال جهاز غازغراندي ايش قد السموك مالتها، سنتيمين يعني شنو 20 ملم. فهنا انا شو اسوي لهنا، بما انه الدرينج عندي تو وايد رينج، قلنا اذا تو وايد رينج الاتش مال الطبقه الطينيه شو اسوي له لازم اقسمه على اثنين، بينما هذا الاتش مال الفيلد ما قسمته على اثنين. ليش؟ لان ايش عندي انا فوق؟ قلنا عندي فوق رمل اللي هو يعتبر بيرفياس، عندي جوا شنو؟ حجر امبريال بيرفياس، يعني شنو مو تو وايد رينج. بينما تجربه كازاغراند اللي اخذتوها بالمختبر عندي تو وايد رينج، يعني رينج من الاعلى والاسفل. فانتبه هنا للاتش شو تسوي؟ ما تاخذه نفسه اذا عندك تو وايد رينج، شو تسوي؟ لازم تقسمه على اثنين، تمام؟ زين هسه يقول لك تايم فور 90% سيتلمنت، التايم اللي اوصل به الى 90% سيتلمنت اوف لابراتوري سامبل ايش قد عندي؟ 4 hours هاي وير بالمختبر. اذا التايم فاكتور ايش قد عندي؟ ما 90% شباب تتذكرون ايش قد؟ ساد 0.848. عافيه. اللي شلون حصلنا تتذكرون من المحاضرات السابقه شلون حسبناه؟ اكو عندي كيرف اذا تتذكرون بالمحاضره ايش بيه؟ يربط مع العلاقه ما بين اليو، زين اللي هو يربط العلاقه اليو اللي هو degree of consolidation، زين ويامن ويت تايم. فهذا سوينا وصلنا ل 90%، فسوينا حسبنا نسبه المساحه مال هذا الكير على المساحه الكليه، قسمنا هاي المساحه على هاي المساحه الكليه، تقريبا ايش قد طلعت 90%. بس حسبوها بالضبط ما تطلع 90%، طلعت 84% بوينت 4، يعني بوينت 848. فاذا يقول لك التايم فاكتور هنا لسيتلمنت مقدار 90% شو يساوي انها لازم تحفظونها، يساوي بوينت 848. وبالمحاضره السابقه قلنا لكم اكو طريقتين لحساب السي في، طريقه التايم فاكتور اللي هو 90 واكو التايم فاكتور مال 50، بحيث التايم فاكتور مال 90 شي ساوينا 0.848، ومال 50 شي ساوينا تذكروني؟
بوينت 19 او بوينت 19 صح يختلف. هاي الطريقه، الطريقه الاولى سميناها سكوير روتس، سكوير روت. والطريقه الثانيه اللوغاريتم، استاذ اللوغاريتم اللي هو شنو تعتمد على المنحني اللي هو سمي لوغ مربوط. زين هذا يريح شويه حتى اعطي درجه. اهم سؤال يا هم اللي يناقشون ويانا يعني هسه دكتور اسمه حسن. حسن حسن الجواد. حسن الجواد، حسن الجواد شاطر هذا. زين شاطر. البقية ساكتين ماكو ناموا راح ناموا مو يعني بس هيك بس مجرد داخلين المحاضرة. لا لا موجودين دكتور. اي يلا خير ان شاء الله. فشباب هسه شنو هسه يريد شنو يريد التايم، التايم اللي عادل لي نفس التايم اللي صار بالمختبر. يعني انه انا بالواقع على مود اوصل الى 90% من النظام، ايش قد قيمه التايم اللي بالواقع؟ ايش يسوي؟ عندنا معادله التايم فاكتور يساوي السي في في تي 90 على اتش نوت. احنا بالحقيقه اخذناها سي في شو يساوي لنا؟ يساوي تي 90 في اتش على تي 90 اتش تربيع. من عندها طلع تي 90 هنا اللي هو سي في في تي 90 على اتش تربيع، واللي هي شني اكو عندي الفاينل واكو عندي شنو الانيشال. انا اتعامل ويا من هنا اتعامل مرتين ويا الفاينل ويا الانيشال. فايش اقول؟ اقول احسب النسبه مال ما بين التي 90 فاينل على الاتش فاينل تربيع. شو يساوي لنا التي 90 انيشال على الاتش انيشال تربيع؟ زين. فإذا التي 90 فاينل شو يساوي لنا؟ يساوي لنا التي 90 انيشال في الاتش فاينل على الاتش انيشال. زين. هنا اكو شباب اكو غلط بالارقام هنا بالاخير خاف تدوخون بي، هسه اشرح لكم اياها. فإذا اجي لهاي ما بين ربط العلاقه بيناتهن، فالتي مال 90 ايش قد عندي مطيني اياها؟ هو 4 ساعات. 4 في الاتش اللي هو ايش كثر عندي؟ 4000. ليش هنا أنا قلنا 4000؟ لأنه عندي one way drainage، يعني ما قسمت على اثنين، يعني هاي الأربعة 4 متر من اللي حولها الملم واضرب في ألف فصارت عندي شنو 4000 تربيع على الأتش مال السمك الطبقة الطينية اللي موجودة وين بالمختبر واللي يساوي لنا 20 × 2 يساوي لنا 10. زين. فإذا 4000 تربيع على 10 تربيع هاي شنو يطلع لي بيمن يساوي لي بالاورز. فعلى مود احوله لازم شو اسوي؟ اقسم على 24 وفي 365. ليش؟ لانه اليوم كم ساعه بي 24 ساعه والسنه كم يوم بيها؟ 365 يوم حتى يطلع لي شنو الزمن بيمن بالسنوات. فهنا يعني هاي مو 4 في 400 على 24 في 365، لا لازم تحسبها من هاي الصح. هاي صح هاي خطأ. لازم تحسبها من هنا ال 400. هسه خلينا نحسب لكم اياها بالحاسبه. هسه هاي 400 مثلا او 4000 عفوا تربيع 4000 تربيع في 4 تقسيم شنو؟ تقسيم 100 يطلع لي شنو 640 ألف. أقسمها بعدين على 24 اللي هي 24 ساعة، بعدين أقسمها على 365 يوم يطلع لي إيش قد الزمن؟ يطلع لي 73 سنة. شوف إيش قد هسه هذا الزمن 73 سنة. يعني تتوقع ورا 73 سنة يصير عندك هبوط. يعني هاي شنو معناها؟ معناها هذا الهبوط اللي هو السكندري ستلمنت، يعني هذا جدا خطر. يعني ورا 73% انت مستغل البنايه مالتك، ورا 73% يلا يكمل 90% من الهبوط، ورا 73 سنه يبدا عنده هبوط ثاني اللي هو السكندري ستلمنتس. زين شباب. فمساله الهبوط مساله يعني ما تنحل بسنه وسنتين وثلاثه، يعني شوف تستمر الى عقود من الزمن. عقود العقد هو ايش قد؟ كم سنه؟ 10 سنوات. فتستمر الى عقود من الزمن. بالمناسبة ايش عندكم محاضرة ورا هاي المحاضرة؟ دكتور تحليلات عندنا. محمد ياسين.
تحليلات تحليلات تحليلات. اوكي اوكي اوكي. بس الساعه تبدي بالعشرة ونص؟ العشرة ونص دكتور. احنا ايش بقى عندنا هسه؟ بس هذا المثال اخر شيء هسه ما عندنا شيء ان شاء الله، بس نكمل الامثله ونعطيكم ريست حتى ترتاحون ان شاء الله. اوكي هذا اخر مثال، هذا اخر مثال نشرح لكم اياه حتى نعطيكم ريست. زين شباب عندنا هسه المثال الاخير، هذا طبعا الشرح ماله اذا اشرح لكم اياه ما نخلص منه على باكر. نروح على الرسم قبل. هذا رسم، شو تلاحظون بالرسم هذا؟ ايش موجود عندي؟ موجود عندي طبعا دائما انا وين اروح؟ اروح للطبقه الطينيه. ليش اروح للطبقه الطينيه؟ اللي هاي، شوف هاي الطبقه الطينيه هنا. الطبقه الطينيه ايش قد سمكها؟ سمكها مترين. ليش اروح للطبقه الطينيه؟ لان الطبقه الطينيه هي الطبقه اللي يصير بها الانضمام. فدائما انت انتبه من تاخذ تحريات التربه ومن عندك بنايه وتريد تحسب الهبوط مالتها، فدائما تبحث وين؟ تبحث عن الطبقه الطينيه. ليش؟ لان الطبقه الطينيه هي اللي يسمونها الكمبريسبل لاير. انتبه لهذا المصطلح، هذا جدا مهم. الكمبريسبل لاير يا هي الكمبريسبل لاير هي الطبقه الطينيه اللي شوفوا هسه عندنا. شنو هسه؟ طبقه رمليه سمك 5 متر، وراها طبقه رمليه ثانيه هم 5 متر. ليش هنا؟ لانه قاعد مياه جوفيه، هاي مياه جوفيه على عمق 5 متر. وراها تجينا طبقه طينيه سمكها 2 متر، وراها طبقه رمليه. لو كانت هاي كلها رمل المشكله ما عندي، لا يصير عندي هبوط ولا يصير عندي مشاكل ولا هاي، لانه يصير عندي ميديت سيتلمنت بالساند وفي مال. فدائما احنا هسه كمهندسين مدنيين نعتبر الطبقه الرمليه طبقه قويه جدا. تجي من بعد الطبقه الصخريه، يعني اول شيء الطبقه الصخريه قويه، يجي من بعدها التربه الرمليه، من بعدها التربه الغريانيه اللي هي السولت، من بعدها التربه الطينيه اللي هي اخر شيء اللي هي اضعف تربه. فنتيجه الاحمال السير تشارج، هذا الفولي سير تشارج اللي موجود عندي اللي مسلط عندي، وحمل الطبقه الرمليه. يعني شوف انا عندي احمال جايه من هذا السير تشارج والرمل والرمل الجوا والمياه الجوفيه، كلها تضغط وين؟ على التربه الطينيه الجوه. السبب انضغاط بالتربه الطينيه. وين احسب السطلمنت؟ احسبه هنا. وبالضبط وين؟ هسه محدد لك اياها نقطه اي، ونقطه اي وين صايره؟ في منتصف الطبقه الطينيه. يعني انا من احسب الهبوط بهذه معادله كونسولديشن، انتبهوا ايش قد اخذ قيمه الزد؟ اخذ لحد منتصف الطبقه الطينيه. اللي شو يساوي لي؟ يساوي لي الزد مالته 5 زائد 5 10 مال الرمل، زائد النصف الاثنين. نص الاثنين ايش قد عندي؟ 1. فايش يصير عندي؟ كلها 11. فدائما ما اخذ الاتش كلها، من احسب الزد، الزد مال السيجما، اوصل وين؟ للنص. هسه نجي نحل شباب. فايش يقول لي هنا بالسؤال؟ هنا يريد يقول لك if a laboratory consolidation test performed on undisturbed specimen عينه غير مشوشه obtained from the center of شوف center of a clay layer. انتبه دائما اشتغل وين الهبوط؟ بمركز الطبقه الطينيه، منتصف الطبقه الطينيه اللي هو بوينت اي. زين انديكيت ماكسيمم باست، يقول لك احسب لي قيمه الكونسلديشن ثلاث مرات. مره اذا كان عندي الاجهاد السابق اللي سميناه سيجما اي او نسميه سيجما ار يساوي لي 150 كيلو باسكال، او المره الثانيه احسب لي اذا كان الاجهاد السابق اللي هو سيجما ار 175 كيلو باسكال، ومره اذا كان شنو 250. شوف كل حاله انا راح احسب شنو السيجما الكونسلديشن سيتلمنت. الخطوه الاولى انه شو اسوي؟ لازم احسب السيجما نوت. السيجما نوت اللي هو شو يمثل؟ يمثل الاجهاد الاصلي اللي بالتربه. زين اللي سميناه فيرتيكال افكتيف ستريس، اللي ناتج شنو؟ من حمل التربه نفسه زاد الاحمال المسلطه. فحمل التربه نفسه شو يساوي لي؟ هنا أنا حمل التربه نفسه شو يساوي لي؟ يساوي الجاما في الاتش، الجاما في الاتش. فاجي اول اتش عندي يا هو هاي الخمسه الاولى 5 امتار الاولى.
فعندي ال H 5 في الجاما مال الساند مطيني اياها بالسؤال ايش كثر تساوي لي 18.7 زائد الجاما او ال H الثاني اللي هي ايش تساوي لي من هنا اللي هي شنو هم 5 في الجاما هنا بما انه انا عندي مياه جوفيه فلازم ايش اسوي احسب الجاما داش اللي ايش تساوي يساوي جاما صب ميرج لازم ناقص جاما ووتر مثل ما اخذناها بالفصل الاول الجاما صب ميرج ايش قد مطيني اياها بالسؤال 19.7 ناقص الجاما ووتر اللي هو 9.81 فطلع شنو يطلع لي الجاما داش يعني هاي شنو هاي جاما داش في الاتش اللي هو شنو 5 زائدا ايش بقى عندي التربطين قلنا ايش قد هي يسمونها 2 متر ايش قد اخذ ما اخذ 2 متر كلها اخذ النص مالتها اللي شنو 1 فطلعت لي شنو قيمة سيجما نوت فهنا بالحالة الأولى ايش قد طلعت دي سيجما نوت 150 فشي يقول لك هو قايل لك احسب السطلمنت مال التربين بثلاث حالات من السيجما آر مرة إذا كان السيجما آر أو السيجما أي ساونا 150 مرة إذا 175 مرة إذا ساونا 250 فنجي للحالة الأولى اللي هي 150 أنا ايش قد حسبت قيمة سيجما نوت هم طلعت لي 150 يعني معناه سيجما نوت مال التربين هو نفسه الاجهاد الماضي يعني شنو معناها معناها التربه ما بيها انضمام مسبق التربه ما بيها انضمام مسبق ودي على ذلك كان من حسبت السيجما نوت مالتها طلع نفس السيجما ار اللي هو فارضه اذا ايش تعتبر التربه هنا بالحاله الاولى يسمونها نورمالي كونسوليديتد يعني تربه شنو بيها انضمام طبيعي اعتيادي اذا نورمالي كونسوليديتد قلنا احنا الاو سي ار شو تساوي لنا شباب تساوي لنا الاو سي ار 1 شنو قانون الاو سي ار تذكروني يا شاطر يذكر قانون الاو سي ار ما حد يذكره مو سمعونا شباب لو لا موجودين لو لا عم دكتور سمعك الـ OCR شي يساوينا شباب يساوينا السيجما R على سيجما نوت أو سيجما E هاي هاي سيجما E اللي موجودة هنا هاي سيجما E على سيجما نوت فبما أنه طلعت السيجما E والسيجما نوت هي نفسها فإذا الـ OCR شي يساوينا يساوينا 1 فإذا طلع لي OCR 1 معناه شني إيش تعتبر normally consolidated أحسبها منين من هاي المعادلة الاس سب سي ساونا سي سب سي في اتش نوت على واحد زائد ان نوت في لوج سيجما نوت زائد دلتا سيجما على سيجما نوت السي سب سي مطيني اياها بالسؤال مطيني اياها 0.83 الاتش نوت مطيني اياها 2 متر اللي هي سمك الطبقه الطينيه على واحد زائد واحد اي نوت زائد ان اي نوت اللي هي مطيني اياها ايش كثر 1.1 لوج سيجما نوت طلعتها ايش كثر 150 دلتا سيجما مطيني اياها بالسؤال 50 الى اخره طلعت لي 0.1 متر يعني شنو 10 سنتيم هاي الحاله الاولى الحاله الثانيه اذا كانت السيجما ار ايش قد 175 يعني شنو معناها يعني السيجما اي اكبر من السيجما نوت اذا كانت السيجما اي اكبر من السيجما نوت ايش تعتبر هاي التربه تعتبر اوفر كونسوليديتد ليش لان او سي ار اكبر من واحد الاو سي ار قلنا شي ساونا ساونا سيجما اي على سيجما نوت اذا شو اسوي هنا أنا لازم تقول اقول سيجما بس لكن شنو عندي هنا أنا اكو عندي شغله انه السيجما نوت زائد دلتا سيجما اللي هو هذا السيجما نوت زائد الاحمال الاضافيه فمو عندي انا 150 السيجما نوت زائد دلتا سيجما اللي هو 50 يطلع لي 200 ال 200 اكبر من السيجما اي اللي هو الاجهاد السابق زين هي صحيح اوفر سي ار لكن عند السيجما فاينل اكبر منين اكبر من السيجما اي اذا شلون احلها احلها من هاي المعادله اللي هو سي ار في اتش نوت على واحد زائد اي نوت لوج سيجما اي اللي هو شنو الاجهاد الماضي شوفوا الاجهاد الماضي هذا زين شباب في على السيجما نوت زائدا السي سب سي في اتش نوت على واحد زائد اي نوت لوج شنو سيجما نوت زائدا دلتا سيجما على سيجما اي باعتبار شنو عندي اني الاجهاد الاولي اللي هو سيجما اي فاحسبها من هاي المعادله راح تطلع لي قيمه
Settlement اللي هنا لي. الحالة الأخيرة إذا كان عندي السيجما يجد مقداره يقول لي 250 إيش قال لي بسؤال هو إذا كان عندي السيجما هي أو السيجما آر شي ساوني ساوني 250 زين 250 هنا لي. 250 أنا عندي سيجما فاينل اللي هي سيجما نازل عند دلتا سيجما مو 200 إذا شنو معناها؟ معناها السيجما النهائي أقل من السيجما اللي بالزمن الماضي إذا شنو معناها بعد ما يحتاج أضيف السي سب سي هنا لي. ليش؟ لأن أعتمد على الإجهاد الماضي لأن باعتبار التربة منضمة من زمان يعني حتى من أسلط عليها الأحمال الإضافية بعد ما يصير بها أحمال إضافية فحسب الهبوط مالتها اللي صار بالزمن الماضي وهاي هي انتهت واللي شو يساوي لي تشوف احنا القبلة كان بشقين سي ار وسي سب سي هنا انا بس سي ار ليش لانه السيجما اي اكبر من السيجما فاينل فاقول سي ار في اش نوت على واحد نزيع على اي نوت ولوك سيجما زعنا دلتا سيجما على سيجما نوت ويطلع لي هذا الهبوط النهائي اللي هو شوفه قليل 0.006 ليش لانه باعتبار الاحمال الاضافية اللي موجودة عندي ما راح تسبب هبوط عندي اضافي بينما قبل ايش قد طلع عندي 0.049 واول واحد اللي هو بالتربه العاديه لا طلع له عندي هبوط هو اكبر شيء اللي هو 0.1 شوف الهبوط كل ما هاي يقل قيمته ليش لانه التربه هنا أنا ما منضمه راح يصير بها انضمام خطر بينما اذا عندي انضمام مسبق راح يصير عندي الهبوط اقل فشوفوا شنو فائده الانضمام المسبق انه شو يسوي لي يقلل لي من قيمة الهبوط يقلل من قيمة الهبوط فلذلك احنا واحدة من معالجات التربة قلنا شو نسوي نسلط احمال على التربة بقدر حمل التربة الحمل المنشئ اللي راح اسلط عليها حتى شنو حتى اخلص من قيمة الاكسسيف ستلمنت اللي هو ستلمنت الاضافي مفهوم لحد هنا يا شباب اكو عندكم مشكلة استفسار سؤال ما عندكم اشكال لا دكتور ان شاء الله مفهوم واضح محتاج بس نراجع المحاضره ان شاء الله خير ان شاء الله عندكم سؤال ثاني استفسار لو ننهي المحاضره حتى ترتاحون يا شباب لا دكتور ما بشي بعد بس بالنسبه للشهر الثاني الامتحان لو هو بس شهر اول نكتفي والله احنا يعني اتوقع نفس الفصل الاول احنا سوينا شهرين يعني اي خلينا نوقف التسجيل مال المحاضره حتى نتناقش نقاش عام تمام اي يعني هم نشوف يعني توجيهات القسم يعني شو يقولون القسم او مثلا توجيهات الكليه او الجامعه او الوزاره يعني شوف شو يقولون زين شباب هسه وقفنا احنا التسجيل هسه شو بعده هذا مستمر خليني اقول لك شنو ستوب ريكوردينج